الشرطة العسكرية عليكم استلام الأسرى. استعدادات في مأرب ليس لخوض المعارك في جبهات القتال، بل إنها مخصصة لمواجهة الإرهاب الذي أصبح هو الآخر يهدد البلد برمته. تدريبات أمنية من نوع آخر تهدف إلى مواجهة العمليات الإرهابية المحتملة بعد استكمال تحرير محافظة مأرب من تواجد الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح، إذ نفذت وحدات أمنية التمرين التكتيكي الخاص بمحاربة الإرهاب وطرق التعامل مع الإرهابيين وأوكارهم بالمحافظة في مهمة تأمينها بشكل كلي بعد الحرب التي عاشتها وتعيشها في بعض أجزائها خاصة في صرواح. وشارك في التمرين الذي أطلق عليه تمرين العاصفة كتيبة من المهام الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة وكتائب أخرى تتبع قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية والأمن العام وقوات النجدة، بالإضافة إلى قوات من مكافحة الإرهاب. مدير أمن محافظة مأرب العميد محمد القحوم أكد أن العملية والتمرينات التي أجريت كان لها نسبة كبيرة من النجاح، وهو ما يعطي رسائل قوية للداخل والخارج بقوة وقدرة قوات الجيش الوطني حد قوله. أولا هي رسالة للخارج والداخل أن هناك أن الأمن في محافظة مأرب بينعم بالأمن والاستقرار، وأن سيادة الدولة باصدها على جميع إطار المحافظة بشكل عام وبما في ذلك عاصمة المحافظة، وقوات الأمن هذه والقوات المساندة لها هي رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في إطار محافظة مأرب والمحافظات الأخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى عندما تكون تحت سيطرة الشرعية. يأتي إجراء تلك العمليات والتدريبات في ظل استمرار الحرب في المحافظات المجاورة لمأرب، ويعد هذا تحديا كبيرا للقيادة الأمنية والعسكرية في المحافظة.